وللمزيد حول تطورات المشهد في درعا، البلد في سوريا والهدوء الحذر الذي يصاحب اتفاق وقف إطلاق النار، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أهلا بك معنا أستاذ باسل. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ باسل. يعني هدوء حذر في درعا يصاحب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بداية كيف ترى هذا الاتفاق وهل هو مرضي للأهالي قبل أن يكون مرضيا للثوار؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة معروف أن هذا الاتفاق جاء بعد سلسلة من اللقاءات وبعد تصعيد عسكري ليس بالهين وحصار ومواجهات وسقوط عدد من الضحايا وما رافق ذلك من ضغوطات سياسية وأمنية وعسكرية، وبالتالي هو في النهاية اتفاق تحت ضغط النار وليس اتفاقا يعني جاء نتيجة وضع طبيعي أو جاء نتيجة حالة ترضية طبيعية. كما أن الاتفاق يعني حتى بعد التوقيع عليه تم خرقه أكثر من مرة، وبالتالي تم التلاعب بشروطه ورفع مستوى الضغط فيه على الأهالي بشكل أو بآخر، لكنه في النهاية يبقى بالنسبة لأهالي درعا الخيار الأمثل أو الأكثر يعني مناسبة لحفظ ظماء أبناء درعا، ومن هذا الباب تم القبول به والمجاراة فيه. وكما تفضلتم هو قبول حذر، بمعنى أن أهالي درعا وأبناء المنطقة يستشعرون أو يعني يتخوفون من خرق هذا الاتفاق في أي لحظة وعودة الأمور إلى مربع المواجهة. ما أثر يعني خروج المسلحين في درعا البلد وتسليم سلاحهم على باقي المحافظة، وهل فعلا بدأ العد التنازلي لدخول الباصات الخضر في ظل صمت الفصائل على تقدم النظام؟ نعم، أولا الفصائل ليست صامتة على تقدم النظام، لكن كما قلت قبل قليل أهالي المنطقة وأهالي درعا لا يميلون نحو فكرة المواجهة العسكرية أو المواجهة الشاملة، لأن المواجهة هي ليست مع النظام وإنما هي مع الروس بشكل مباشر. وكما أبلغهم الروس بشكل رسمي في آخر لقاء قبل يومين، قال لهم عليكم أن تختاروا إما الموافقة على التسوية وإما خوض معركة بقيادة روسية مع مباشرة عسكريا معنا. وبالتالي هذا الخيار هو خيار أهالي درعا، وكان هناك أمل أن يكون هناك دور تدخل، لأن الحاجة إلى أن هذا النوع من الإشكالات يحتاج تدخل بمستويات أكبر من مجرد فصائل، فكان هناك أمل لدى أهالي درعا بتدخل الطرف الأردني أو الطرف التركي في هذه الاتفاقيات أو التسويات، لكن الأطراف هذه الأردنية والتركية لم تستجب إلى مطلب الأهالي هناك. مغادرة العدد الآن من المسلحين أو من الشباب الذين يصفون مسلحون، أولا هم عدد غير قليل منهم، هم ليسوا شبابا مسلحين، مثلا منهم من الأسماء التي يطالب بها النظام الآن مثلا الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية، وأيضا الأسماء التي يطالب بها هي بعض أعضاء الإدارات المحلية هناك في المنطقة وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهات العشائرية. أيضا يعني المعارضة السورية تحذر من إتمام إيران لمشروعها في درعا وجنوب البلاد، هنا المعارضة السورية سيد باسل من تخاطب يعني، ولماذا لم نرى حراكا حقيقيا لها خلال الأشهر التي حوصرت فيها درعا البلد؟ يعني المعارضة السورية تحركت، حاولت يعني نددت بالأمر، تواصلت مع العديد من الجهات الدولية، حاولت توجيه العديد من المساعدات إلى مناطق درعا، لكن كما أثبت قبل قليل أن هناك تحرك ليس بالهين من أطراف دولية ضخمة مثل الطرف الروسي، وأيضا هناك تدخل ميداني ضخم من الطرف الإيراني وميليشيات أو حصار. هناك تقريبا على الأقل 8 جهات تتبع للحرس الثوري الإيراني موجودة إلى جانب النظام في محاصرة درعا. هذا النوع من المواجهات والمعارك لا يمكن التغلب عليه أو حله ببعد محلي بحت، وكان من المفترض أن يكون هناك تدخل إقليمي أو دولي، لكن هذا لم يحصل. المعارضة اليوم تحذر من أن هذا الاتفاق سيسمح ببسط مجموعة من النقاط العسكرية داخل منطقة درعا. الآن مبدئيا 9 نقاط، هذه النقاط في الغالب ستكون هي تابعة للنظام، لكن في الغالب سيكون قوامها الحقيقي هو من أطراف إيرانية تسعى منذ فترة طويلة للتواجد بالقرب من الحدود الإسرائيلية لتستخدم ورقة القرب من الحدود الإسرائيلية في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وفي بعض القضايا الأخرى التي تهم إيران. على المستوى الإنساني، منظمة العفو الدولية وصفت العائدين إلى سوريا من اللاجئين بالذاهبين إلى موتهم على يد النظام السوري. يعني سيد باسل، إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نرى تحركا دوليا لوقف ما يحدث في درعا من باب أولى لربما؟
يعني التحركات الدولية منذ فترة وليس الآن هي يعني إما غير موجودة وإما تحركات شكلية تكتفي بالدور الخطابي أو الدور التنديد والشعارات والدور الإعلامي، لكن التحركات الدولية العملية في وقف سواء ما يحصل في درعا أو في أي ملف آخر عمليا هي لا تقوم بدور يعني حقيقي أو فاعل على الأرض، وبالتالي النظام يتحرك بنوع من الأريحية الواسعة ويمارس المواجهة مع الأطراف الأخرى دون أن يأبه إلى الدور الدولي أو ما يمكن أن يستفعله المنظومة الدولية. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار، شكرا جزيلا لك.